عندك نسخة في دماغك. في دماغك. مشرع شريعة الكمال ووضع ناموس الأفضال، نعلن في هذا المحفل الأرثوذكسي وأمام هيكل رب الصباوت عقد أملاك زواج الإبن المبارك داود على الإبن المباركة نيفير. مبارك باسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد. مبارك الله الآب ضابط الكل. آمين. قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. باسم ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، مشرع شريعة الكمال ووضع ناموس الأفضال، نعلن في هذا المحفل الأرثوذكسي وأمام هيكل رب الصباوط عقد أملاك وزواج الإبن المبارك الأرثوذكسي البكر نيفير إلى الإبن خطيبة الإبن المبارك الأرثوذكسي البكر داود. مبارك ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا. قدس اسمك، ليأتي ملكوتك،
تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لاحقين ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشر باسم ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح مشرع شريعة الكمال ووضع ناموس الأفضال نعلن ونتمم في هذا المحفل الأرثوذكسي أمام هيكل رب الصباوت عقد أملاك وزواج الإبن المبارك الأرثوذكسي البكر داود إلى مخطوبته الإبن المبارك الأرثوذكسي البكر نيفير مبارك الروح القدس المعزي آمين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا يدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا قم بخريستوس إيسوس بن شويس إيال إبي بروسف كيستاسيتي إيرنا با Top nev mati so. Ar in chebe moten tot fem pere fenas tanevo o en ne itev noten noten ben shoy so ben noti o ben soti resos be Christos. Ja freske pazene go na fer voi se nero na fare ero na fshopte nero fafti aso ero na fti tote na fenten chanere ata. Ai ono sa yen so fon mar in toro posen te vereron chen bai eho to ap fainem ni otiron te benon chen herini ne venen jebe banto kratore psho is benno oti prosevek sa بالإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ما أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك واشفقت علينا وعبدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة نقولك ارحمنا الله اطرف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلب قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يبارك العروسين داود ونيفير ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد كل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذين العروسين وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو كريا ليسون شيربي ماي إنشيلي إيتي سلسل
خن اوسو انريتي انت بين في اسمي طب خد بيتي مترومي Tena kos limbem ne maesuep ziakiek soti emon nainan kiri eleison ya rab osmane ya rab urhamne ya rab barikne ya allah alladhi qabala al insan bi yadihi wahdahu ata al mar'auna wa quwwa lahu anta aidan ya sayyidna kun wasitan li aidain al arusin Dawood wa Neveer sulhum bi'arbun al sharika wa atihum alamat ittisalum li yakuna bil fawahid bi ribat al mahabba استقل لهما سلامي أعطيكم سلامي أنا أتركه معكم فأنت سلامنا جميعا ونرسل إلى فوق المجد والكرامة مع ابنك الوحيد والروح القدس المحيي الآن وكل وان وإلى ظهر الدور كلها آمين آمين أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي زين السماء بالنجوم وأظهر الأرض ببيع الأزهار المثمرة ذات الأنواع الكثيرة تفضل يا سيد أنعم على البشرية بالسميات وأعطاهم رحمة الأرض أنت الآن أيضا أيها الصالح محب البشر نسألك أن تبارك هذه الحلل الموضوعة لكي تصير لعبديك داود ونيفير اللذان يلبسانا بمسرة صلاحك حلل المجد والخلاص أمين آمين حلل الفرح والتهليل أمين آمين احفظهما نقيين في النفس والجسد والروح أمين آمين لتكون حياتهما في صحة وسلام وعفاف بواسطة فعل البر هب لهما الراحة السمائية والأرضية ليستغنيا بأفعال البر واملأ منازلهما ومخازنهما من كل الخيرات وليستحق أن يعمل رضاك كل حين لأنك رحيم كثير الرحمة وبار ويليق بك المجد مع أبيك الصالح والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها آمين آمين الحلة الروحانية الملتحف فيها ميخائيل والمطاطة جوهرية طمن تقطع بها أيها العريس في نقسمك بخريستوس نمبكيو سنا غطوس نمبير نظم صواب جاكية صوتي مون ناينا البولس فصل من الرسالة إلى أفسس بركته المقدسة فلتحل علينا جميعا يا أبائي وإخوتي أمين أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة
لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضاً للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل ذلك، من أجل هذا، يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً. هذا السر عظيم، ولكنني أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا هو حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. نعمة الله الآب أكون مع جميعكم. آمين. Anastasik ton nekeron ki anelson Christos oranos eleison imes sabatri keio ki agio bnevmati kenin ki ai Christos onastoni onon amina geatrias eleison imes kefo بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا القديس ماري متى البشير تلميذ الطائر بركاته زميري وتراتيل معلمنا داود النبي بركاته على جميعنا مثل العريس الخارج من خدره يتهلل مثل الجبار المسرع في طريقه امرأتك تكون كالكرمة التي تزهر في جوانب بيتك وبنوك مثل غروس الزيتون محيطون بمائدة الليل
مبارك والاتي باسم رب إله القوات ربنا وإلهنا وملكنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ولما أكمل يسوع هذا الكلام جميعه انتقل من الجليل وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن وتبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين هل يحل للرجل أن يطلق امرأته من أجل كل سبب فأجاب وقال لهم أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان كل الكائن في السماء إله بينا نطلب ليك أن تسمعنا وترحمنا رب ارحم الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها وزينتها بحكمتك نطلب ليك يا رب أن تسمعنا وترحمنا يا رب ارحم يا من صنع الإنسان على صورته ومثاله وجعله في فردوس النعيم نسألك يا رب أن تستجيب لنا وترحمنا يا رب ارحم يا من خلق المرأة من جنب آدم وعطاها له معينه نظير نطلب إليك أن تسمعنا وترحمنا يا رب ارحم يا من بارك إبراهيم وسارة وجعلها له زوجة ومنحه رتبة رئاسة الآباء نطلب إليك أن تسمعنا وترحمنا يا رب ارحم يا من حفظ أسحاق ووفق له رفقة وأنقذه من أعدائه نطلب إليك يا رب أن تسمعنا وترحمنا يا رب ارحم يا من بارك يعقوب وعطاه رحيل زوجة وجعله وارث المواعيد نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا يا رب ارحم يا من رفع يوسف وهب له أسينات زوجة وبواسطته علت كل أرض مصر نطلب إليك يا رب أن تسمعنا وترحمنا يا رب ارحم يا من سر في آخر الأيام أن يولد من عذراء وأضاء على جنس البشر نسألك يا رب استجب لنا وارحمنا يا رب ارحم يا من حضر في عرس قانا الجليل بارك هذا الزواج مثل ما باركت ذلك الزواج نتضرع إليك يا رب أن تسمعنا وترحمنا يا ليسون يا من حول الماء خمرا حقيقيا بسلطان له وبارك عبديك وطهرهما بمحبتك للبشر نطلب إليك أن تستجيب لنا وترحمنا يا رب ارحم يا من حل في عرس قانا الجليل وبارك ذلك الزواج وحول الماء إلى خمر حقيقي بسلطان لاهوته بارك واستر هذا العرس الذي لعبديك داود ونذير بسلامة وألفة ومحبة واحرسهما نطلب إليك يا رب أن تسمعنا وترحمنا يا ليسون أيها المحسن الرؤوف كثير الصلاح والتحنن يا رب اجعلنا أن نمجد صلاحك يا محب البشر نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون
يسوع بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب رابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاصد بنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كان في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة وسرية ونعترف بمواضيع واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي أمين تنجشت في الخير انت أناستاسي سنتين يلف موت نبيون خنتبيون سنيو آمين أمل سمعك يا رب واسمعنا نحن الخطاة غير المستحقين وثبت اتصال عبديك داود ونيفير معينته نجيهم من كل شر وليطل عمرهما بكثرة الأيام وليعيشا بدعة وهدوء واحتمال وخضوع وهما بلا لوم ولا عثرة أنر أعين قلبيهما وفهميهما ليصنع إرادتك كل حين لأنك رحوم كثير الرحمة لكل الصارخين إليك ونرسل لك إلى فوق المجد والكرامة والعز والسجود الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها آمين آمين أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي من ثمرة شجرة الزيتون الدسم مسحت كهنة وملوك وأنبياء نبتهل ونتضرع إليك أيها الرب محب البشر الصالح لكي تبارك هذا الزيت تبريكا ليكون زيت لتقديس عبديك داود ونيفير آمين آمين سلاح البر والعدل آمين آمين مسحة طهارة وعدم فساد آمين آمين وجمالا لا يذبل امين امين فرحا وزينة وعزاء حقيقيا امين امين قوة وخلاص وغلب على كل افعال المضاد امين امين تجديدا وخلاصا لنفسيهما وجسديهما وروحيهما امين امين مع ثمرة الأفعال الحسنة آمين آمين مجدا وإكراما لاسمك القدوس مع ابنك الوحيد والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها آمين مسحت بالزيت راسي وكاسك روتني مثل الصار رحمتك تدركني جميع أيام حياتي كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا الله القدوس الذي كلل قديسيه بكليل لا تثبت وصالح السمعين مع الأرضين وحدهما أنت أيضا الآن يا سيدنا بارك هذه الأكليل التي عينها لنضعها على عبديك داود ونيفير لتكون لهم أكليل مجد وكرامة آمين آمين أكليل بركة وخلاص آمين آمين أكليل فرح ومسرة آمين آمين
تهليل وبهجة. آمين. آمين. تهليل فضيلة وعدل. آمين. آمين. تهليل حكمة وفهم قلب. آمين. آمين. تهليل عزاء وثبات. آمين. آمين. عبديك اللذين يلبسانا ملاك السلام ورباط المحبة وانقذهم من كل فكر قبيح وشهوة رديء، نجيهم من كل ثقل الخبث ومن كل محنة شيطانية، ولتكن رحمتك عليهم، استمع صوت طلبتهم، اطرح مخافتك في قلبيهما ودبر حياتهما بغير تأخير إلى حد الشيخوخة. اجعلهم يفرحان بنظر البنين والبنات الذين يلدانهم، ائتي بهم نافعين في كنيستك الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية، ثابتين في الإيمان الأرثوذكس للانقضاء، ودبرهما في سبيل برك بمسرة أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها. آمين. إسرائيل بعيل أكاليل بالفرح والتهليل لداود العريس ونوفير العروس. يا رب اسمعنا، يا رب ارحمنا، يا رب باركنا. الذي بارك أبانا آدم ونوح إبراهيم وموسى في أرض مديان يباركك أيها العريس، ومعينتك الذي بارك إسحاق الحبيب وأبيل الصديق الأول وسليمان وأبي داود يباركك أيها العريس، ومعينتك الذي بارك أبانا يعقوب والصديق أيوب يباركك سبعة أضعاف أيها العريس المبارك داود، ومعينتك نفير. بنى آدم وحواء إبراهيم مع سارة وإسحاق مع رفقة يبارك هذا الزواج، الذي بارك يعقوب في زواجه وحنة أم صمويل يبارك هذا الزواج، الذي بارك يوسف مع سنات وزكريا مع إليصابات ومريم مع أم الختن وكافة النساء المباركات يبارك في هذا الزواج. يا رب اسمعنا، يا رب ارحمنا، يا رب باركنا. كيري إليسون، كيري إليسون، كيري إليسون. ضع يا رب كليل المجد والكرامة على عبديك كليل النعمة غير المغلوبة. آمين. آمين. كليل مجد مرتفع وغير فاني. آمين. آمين. أمانة حسنة غير مضادة ولا محاربة، وبارك جميع أعمالهما. آمين. آمين. كللهما بالمجد والكرامة أيها الآب. آمين. قدسهما أيها الروح القدوس.
القدس آمين. قد حضرتم في هذه الساعة المباركة قدام هيكل رب الصباؤوت ومذبحه المقدس في هذا المحفل الأرثوذكسي وجمعتكم هذه الزيجة المباركة والإكليل المقدس. فعلى هذا الرسم وعلى هذه الشريعة اتخذ سائر الآباء المؤمنين امرأة واحدة بطهر ونقاوة قلب لطلب الذرية وإيجاد الخلف. فيجب عليكم أن يعرف بعضكم حق بعض وليكن لكل منكم أمينا نحو الآخر كقول معلمنا بولس الرسول: ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. استلم يا داود عروسك ديرين وهي لك يسوع المسيح أعطاها لك وبيد أبونا صموئيل سلمها لك وباركهما باسمه القدوس. يا رب اسمعنا، يا رب ارحمنا، يا رب باركنا. اسمع كويس يا داود، يجب عليك أيها الابن المبارك داود المؤيد بنعمة الروح القدس أن تتسلم زوجتك نيفير في هذه الساعة المباركة بنية خالصة ونفس طهرة وقلب سليم، وتجتهد فيما يعود لصالحها وتكون حنون عليها وتسرع إلى ما يسر قلبها. فأنت اليوم مسؤول عنها من بعد والديها، وقد تكللتما بالإكليل السمائي والزيجة الروحانية وحلت عليكم نعمة الله. ومتى قبلت ما أوصيت به أخذ الرب بإيدك ووسع في رزقك ويرزقك ولاد مباركين يقر الله بهم عينك ويمنحك العمر الطويل والعيش الرغد ويحسن لك العاقبة في الدنيا وفي الآخرة. اسمعي يا نفير واصغي بسامعك وانسي شعبك وبيت أبيك، لأن داود العريس راق له طهرك فهو زوجك وله تخضع عين. يا رب اسمعنا، يا رب ارحمنا، يا رب باركنا. اسمعي نيفير، وأنت أيتها الابن المبارك العروس السعيدة نيفير قد سمعت ما أوصينا به زوجك داود، فيجب عليك أن تكرميه وتهبيه ولا تخالفي رأيه، بل زيدي في طاعته على ما أوصي به أضعافا، فقد صرت اليوم منفردة معه وهو المسؤول عنك بعد والديك.
فيجب عليك أن تقابليه بالبشاشة والترحاب، ولا تضجري في وجهه، ولا تضيع شيئا من حقوقه، وتتقي الله في سائر أمورك معه، لأن الله تعالى أوصاك بالخضوع له وأمرك بطاعته بعد ولديك. فكوني معه كما كانت أمنا سارة مطيعة لأبينا إبراهيم وكانت تخاطبه يا سيدي، فنظر الله إلى طاعتها واتضاعها وبارك عليها وأعطاها إسحاق بعد الكبر، وجعل نفسها نسلها مثل نجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر. فإذا سمعت جميع ما أوصيناك به واتبعت جميع الأوامر، أخذ الرب بإيدك ووسع في رزقك وحلت البركات في منزلك ورزقك أولادا مباركين يقر الله بهم عينك. زواج طاهر وإكليل جليل، باركه يا إله عمانوئيل، كما باركت عرس قانا الجليل لداود العريس ونوفير العروس. يا رب اسمعنا، يا رب ارحمنا، يا رب باركنا. كذلك يباركك الرب أيها الأخ الابن المبارك داود، ويبارك زوجتك نوفير كما بارك نوح وزوجته عند خروجهم السفينة وعمر الأرض من ذريتهم، وكما بارك لإبراهيم في سارة ولإسحاق في رفقة وليعقوب في زواجه. وبركة الرب جل اسمه الحالة في عرس قانا الجليل تحل عليكم وفي منزلكما، وتوفق بينكما، وتجعل المحبة الروحانية في قلبيكما، وتديم أرزاقكما، وتعمر منزلكما، وتمنحكما العمر الطويل والحياة الهنية مع الأولاد المباركين. وإياه نسأل أن يتقبل منا صلوات هذا الإكليل المبارك، يعوضنا عن الفانيات بالباقيات والأرضيات بالسمايات، واغفر لنا خطايانا وذنوبنا وزلاتنا، ويكفينا مكائد ومكاره العدو الشيطان، ويحفظ قفة الإخوة الحاضرين معنا بيمين والحصين كل أيام حياتهم، ويعمر منازلهم، ويكفيهم تجارب العدو، ويعطيهم الفرح السمائي الذي لا يشبك. بشفاعة سيدتنا كلنا وفخر جنسنا السيدة الطاهرة العذراء وليدة الإله، القديسة مريم النقية، والشهيد المكرم المختار مرقس الرسول الإنجيلي، وكافة الشهداء والأبرار والقديسين، اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد من خنب خريستوس يسوس بن شوي سكي فلا سيمون تو كيريو كليناتي نوبيون سو كيريي خمين سيو متفو بو آمين إيرين باسي يتوم نوماتي سو أمين الليلو يازوك سابت ريكي يوكي أغيوب نوماتي إنكا إنكا استوسيون أستونيون آمين تنوشي فولنغو إموجيو بن شوي بخريستوس مو بكلوم تتيرون بيت انتك ميت خريستوس إبشا سيارون إمني مومين إمني سيتين إمني كاربوس صوتي مونون أينا كريه ليسون كريه ليسون كيريا فلوغي سون امين اسمو ايروي سيمي تانيا كونييف قم باسمو مين بخريستوس بن نوتي امين اساشوبي. يا ملك السلام اعطينا سلامك، قر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لانك الملك والقوة والمجد والعزة الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. يا ابانا الذي في السماوات، قدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر ولا يدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. محبة الله الأب ونعمة الابن الوحيد شركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم وتبارك في زواجكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميع. مع روح طيب. ألف مبروك يا ولد. ألف مبروك. نعم.
تفضلي على طول. مبروك.
الحمد لله. شير يا مريتي أوروتي بو إن ألو لي إن أكير خلو في إتم بي أوي Afishem bi esmahente ebon chen chitz ebshiri efnoti chen o mesmi yavichi sarek sechen Ti parse as misi emov avsoti emon afka aneno vina ani. Rijim o ehmot otai shelit hanmi shavsa aji epitayu jea bilo sentefio I avishisa reksevo olinchi ألف مبروك.